الفيلم المصري عنده مشكلة عويصة طبعا هي تبدأ بالسوق الداخلي انه فعلا زي ما انتم حتى قايلين التطبيق بتاعكم في انهيار كامل في عدد دور العرض مش متناسب مع زياده البوبوليشن. يعني انت عدد السكان 100 مليون انا رايي انه عار على بلد هي قد صناعه السينما في المنطقه ويمكن في العالم يكون عندها 500 دار عرض 500 شاشه يعني ل 100 مليون بني ادم. وانا قلت في اكثر من مجال انه الوسيله الوحيده اذا كانت الدوله تعني صناعة السينما باعتبارها حتى قوة ناعمة باعتبارها صناعة استراتيجية باعتبارها يعني كل حاجة في الدنيا انه سوق مضمون وعندنا فيه أولوية وطبعا هنقعد نغني بيها لغاية ما نفقدها يعني. فانه لابد ان نخترقها بحكاية دور العرض. فاحنا فوجئنا بانه بتعملها السعودية وانا متوقع برضو بقى ده اذا كان كلام في الموضوع انه في خلال فترة قليلة جدا هيبقى في عدد دور عرض اكتر. صديقنا اللي هو منتج اللي هو بيعملوا هو قال عندنا فكرة ان احنا نروح نعمل فعلا دور عرض في السعودية. وانا رأيي انه لو ما عملناش كده وبسرعة هنتخلف تخلف فظيع جدا. الامريكان هيخشوا والنيجيريين هيخشوا والاسيويين كلهم هيخشوا واحنا الاولى ده سوق بتاعنا.